واش اخوتي، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تحدي كبير كبير الدراري. غادي نصاوب واحد الساندويتش خيالي خيالي اخوتي. وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير ديالكم الزوينين اخوتي. المهم ما نطولش عليكم، كم غادي نصاوب احسن ساندويتش في هذه الطبيعه ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش تخليوا لي في كومونتير في الاخر كيفاش جا هذا الساندويتش. وعلى بركة الله نبداو اخوتي ونوريكم شنو جبت باش نصاوبوا هذا الساندويتش ان شاء الله. ولكن انت اول مره كتشوفنا ما تنساش سبسكرايب لايك وتخلي لي شي كومونتير وتبارطاجي مع اصحابك ولا تسقيو نبداو المغامره ديالنا. داري جد قضيه ان شاء الله باذن الله باش نصاوبوا هذا الساندويتش. هذا جبت معايا واحد الباني اخوتي. دابا الساندويتش كيدار في الخبز، انا غادي نعجن هنا الدراري وغادي نطيب هنا الخبز. غنعجن وغنطيب الدراري هنا. اول حاجه الدراري نغسلوا ايدينا مع غادي نعجن الخبز ديال الساندويتش هو الاول اخوتي. يا بسم الله، جبت الربيع الدراري، جبت كلشي كاع داكشي اللي كيتعلق بالساندويتش. غنوريكم واحد الطريقه باش تصاوبوا ساندويتش خيالي في البريه. يا بسم الله، عندنا الدقيق الدراري. ها هو الدقيق درتو هنايا. دابا عدي هاد العيبه هادي اللي عقل عليها في الفيديو اللي فات الدراري، كنت كنهز بها بحال هكا. هادي غنحرك بها حتى هي غتنفعني. درت واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه في العجينه. غنديروا عليه شويه الماء، شويه ديال الماء الدراري. غنبداو نعجنوا. حرك 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 حرك. نبقاو نعجنو تيعطينا بحال العجينه الدراري. والله الا نفعتني هادي. شويه ديال الدقيق. بحال الخلاط كهربائي ورا عود. ندلكو فيها اخوتي بحال هكا. نحصلوا على هذا الشكل، هذا عجينه ناضيه. اخ انفعني هذا العيب، هذا العود هذا والله تنفعني. ساندويتش ثاني بري، ولكن هذا ماشي ساندويتش عادي، ساندويتش ناضي. صافي كنحصلوا على هذه الشكله ديال العجينه ديالنا.
اخوتي وجدت حتى ثلاثه العويدات، غنوريكم شنو غادي ندير بهم. وعندنا العجينه ديالنا، دابا غادي نجمع العود ونشعل العافيه باش نطيب الخبز ديالنا. بعد معاناة الدراري شعلنا العافية، دابا غنوجد العجينة غنقرصها. خلو هادشي هنا، العويدات تاهما الملحة، غنبدا نقرص في العجينة الدراري. شوية ديال الدقيق. عليكم السلام. لاحظت شحال اخويا؟ هاي قرعه اخويا، هاني ماشي مشكل. سيدي الله الحمد لله باقي هنا البيت بحال العيزه، والده جايه طالعه من التلفزه. صافي الا بانت لي نقولها لك. واخا الله يحفظك. صافي كون هاني. الله يحفظك خويا. لا هاني ماشي مشكل. كنحصلوا على هذا الشكل هذا. شوي ديال الزيت، ديالنا واحد شويه كنشد بيضه كنحركها هنايا كنبقى ندهن، ما عنديش باش ندهن الدراري، غندهنها بهذا، كندهن الخبزه والبيض. هاك الدراري، الدراري ما يغركمش المظهر. هيا غنحطها دابا طيب واحد شويه، طيبه واحد شويه الحيده. دابا اخوتي غيجي الدور ديال العويدات، نحط العويدات هنا، غادي نشدو الكفته ديالنا بحال هكا، ندير واحد شويه ديال الكمون، الكمون والبزار، ندو العود بحال هذا، نغسلو المقاد، نشدو الكفته ديالنا غنديرو هنا. على كدران الاول، الثاني،
هو الثالث. هما ثلاثة القطبانات الدراري واجدين. ندير واحد شوية الزيت هنا. واه سخونة. يا بسم الله. وجدنا الكفته ديالنا، وجدنا سلاد، وجدنا الخبزه ديالنا اخوتي هي هذه. ما تنساوش تخليو لي في كومونتير تقول لي كيجي هذا الشيء الدراري. دابا غنبداو عمليه التعمار. اول حاجه غندير البريريت ديالي طيب اخوتي باش نعمر اتاي. بسم الله. اول حاجه غنحط الكفته ديالنا بحال هكا، غنديرو شويه ديال الحاره الدراري لتحت، شويه ديال الجيريان. بسم الله. نبداو نعمرو فيها. بسم الله. الاول مشى. الثالث مشى. شويه ديال هادي، شويه ديال الشلاضه بحال هكا، شلاضه طبيعيه ناضيه. غندير شويه ديال، الا كان المايونيز غيجي حسن، انا ما عنديش مايونيز الدراري. مره اخرى وغنصاوب مايونيز بري طبيعي بحال ساندويش هذا طبيعي. كويت الحار من الفوق، ها شويه صافي، الله يجعل البركه.
دابا غندردرو عليهم شويه الكمون. دابا غنديروا الربيع بحال هكا حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. صافي اكبر ساندويش بري، اكبر ساندويش بري. المهم الدراري هذا اكبر ساندويش غنصاوبوه في البريه، شي حاجه ناضيه بزاف كاع وكل شيء طبيعي. بسم الله كنقطعوا هاد الدراري من هنا، قطعوا بحال هكا ياسر. هذا هو الساندويش البري ديالنا الدراري. ما تنساوش تخلي في كومونتير كيفاش جا هاد الساندويش والطريقه باش صاوب، شو واش مزيانه واش كلشي مزيان اخوتي. الراي ديالكم كيهمني. يا بسم الله خاصو اتاي. صايبه شويه تا مشارج يا الدراري، والله الا مشارج. ها الحمد لله اخيرا الدكه ديالنا وجدات اخوتي. ها هي يا بسم الله بغيت ندوز مع اتاي هادشي. والله حتى اليوم الدراري عانيت بالماء، جايب قرعه ديال الماء، قرعه وحده وحده ديال الاطرو خرجت من هذا الشيء كامل الدراري. غسلت من الخضره، غسلت من الطابله. يا بسم الله ساندويش 5 5. الساندويش الثاني هذا اكبر ساندويش في التاريخ. بسم الله تا دار بحال هكا تحس براسك مضارب مع شي واحد. يا بسم الله واه مع اتاي ثاني مذاق واعر. خلينا من شي تاكوس ولا شي ساندويش عادي، هذا ساندويش بري بري. شو الدراري شو المهم اخوتي، مبغيتش نبقى ناكل قدامكم. لا عجبك الفيديو ما تنسى سبسكرايب لايك وتخلي شي كومونتير، والراي ديالكم اخوتي كيهمني بزاف. قول لي كيفاش جات الطريقه، واش الساندويش صاوبتو مزيان ولا ما صاوبتوش مزيان. المهم الراي ديالكم اخوتي كيهمني، وغيكون سهل الفيديو ديالنا هنا اخوتي. نتلاقاو في الفيديو الجاي ومغامره جديده وتجربه جديده، وتحياتي لكم عزاز بزاف.